اسم تحتاج إليه المناصب العالية لتغتني من علمه وخبرته ودرايته في عالم المصارف والأعمال. لا يحتاج إلى ألقاب كثيرة وإن هو حصل على العديد منها. خبر العمل المصرفي والشأن العام معتبرا الاثنين شأنين وطنيين لا أقل. فجمع في جعبته رئاسة جمعية مصارف لبنان لدورتين متتاليتين ورئاسة اتحاد المصارف العربية أيضا لدورتين متتاليتين وأخيرا وليس آخرا رئاسة أول مجلس إدارة للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب حتى اليوم إلى كونه عضوا فاعلا في عدد من الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والاقتصادية في لبنان والمنطقة العربية، رئيس ومدير عام مجموعة بنك الاعتماد اللبناني منذ العام 1988 الدكتور جوزيف طربي، تفضل الكلمة لك. سعادة حاكم مصرف لبنان، أيها الزميلات والزملاء، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أكون معكم اليوم مشاركاً في تسليط الضوء على التجربة اللبنانية المتواصلة في إدارة التعامل مع واحدة من أقصى الأزمات المالية الدولية التي هزت أقوى الكيانات الاقتصادية وضربت فيما ضربت مقومات ومؤسسات طالما اعتقدنا أن متانتها أقوى من أي خضات وقوتها أفعل في جبهة اهتزازات مفاجئة أو غير محسوبة. وأود التأكيد باسم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب دعمنا التام لهذه الملتقيات وورش العمل التي ترفع من مستوى التفكير والنقاش الجدي وتشجيعنا لكل المبادرات الهادفة التي تشارك في تسهيل صوغ السياسات والمخططات من خلال ما يتم طرحه ومناقشته من قبل أهل الفكر والخبرة على المستويات الوطنية أولاً ثم في التجمعات الأوسع عربياً وأقليمياً. أيها السيدات والسادة، إن الحراك الكبير الذي يشهده العالم أوطاناً وتجمعات إقليمية وعبر القارات وعلى كل المستويات بفعل الإعصار المالي هو حراك غير مسبوق حجماً ونوعاً، وما تم صرفه أو تخصيصه حتى الآن بهدف وقف الانهيار وليس الإنقاذ الفعلي بلغ أرقاماً غير مسبوقة، وهذا يظهر عنف الأعصار داخل الهيكل النظام المالي الدولي وما أفرزه من نتائج كارثية يصعب حتى الآن حصرها واستبيان مداها أو عمقها وانعكاساتها القادمة. وخير إثبات لذلك السباق العكسي للخروج من العولمة كخشبة خلاص بعدما كان الانغماس فيها مظهراً للتقدم والازدهار، فالمشهد الحاضر يظهر أن الأسواق الأكثر انفتاحاً هي الأكثر تضرراً والأكثر تعرضاً للانعكاسات. إنها إذن محطة تاريخية فاصلة ترتب فيما ترتب تغييرات شاملة في المفاهيم والرؤى وانقلابات جذرية في المهام والأدوار، وها نحن نشهد اليوم عودة دراماتيكية للحكومات لتكون اللاعب الأساسي في الأسواق فيما تتهاوى المؤسسات ويصمت اللاعبون الكبار المتهمون بخيانة القيم والمسل التي تحكم مبدأ الاقتصاد الحر وبالانجرار إلى التلاعب والغش وسلب أموال الناس ومدخراتهم. ومن البديهي أن هذه المتغيرات ستزداد حدة وعمقا مع تواصل الأزمة وتداعياتها وسرعة انحدار الاقتصاد العالمي صوب الركود والكساد، خصوصا بعدما أظهرت الوقائع المتواصلة في الأسواق بأن ما يتم ضخه من مئات المليارات يذوب سريعا في أتون الخسائر الهائلة التي ترتفع تقديراتها تباعا لتبلغ أرقاما فلكية بعدة تريليونات من الدولارات الأمريكية. وهذا ما يؤدي
إلى مزيد من تداعي الثقة وربما فقدانها في وقت ليس ببعيد، ما لم يصل حراك قادة العالم وآخر محطاته اجتماعات مجموعة العشرين إلى إرساء معالجات جدية تلجم على الأقل النزف الخطير المتواصل. وفي خضم هذا الأعصار وتداعياته الحاصلة والمرتقبة الممتدة حكماً إلى منطقتنا واقتصاداتنا ومؤسساتنا بشكل مباشر تبعاً لانخراطنا في الاقتصاد العالمي وتأثرنا طبيعياً بمعطياته وتطوراته، فإننا نرى أنه من الأهمية تسخيم تحركاتنا في ساحاتنا وأسواقنا الوطنية وعبر الحدود بهدف تبادل الأفكار والخبرات وتنسيق الجهود الآيلة إلى أبعاد الأضرار، خاصة وأن هذه الأزمة هي أزمة مستوردة وليست بالتالي نابعة من عندنا، ودرء ما أمكن من انعكاساتها، فنكون بالتالي مشاركين في معالجة ما يعنينا من الأزمة وتداعياتها بدلا من أن نصبح من ضحاياها أو كبش فداء لدول أو تجمعات تسعى إلى تحميل الآخرين أو زارة تهور وتلاعب أفراد ومؤسسات كانوا إلى الأمس القريب يدعون الريادة والاحتراف في إدارة المال والأعمال. وأننا نتطلع من خلال تحركاتنا وكل التحركات الموازية إلى مناقشة ووضع خريطة طريق وطنية تكون نموذجاً لخريطة عربية مماثلة تتضمن أفكاراً واقتراحات محددة قد يكون بينها البحث في إطلاق هيئة مشتركة لترقب الأزمات ومواكبتها والتعاون في تنقية وتظهير الفرص الاستثمارية المتوفرة في لبنان وفي البلدان العربية ومعاونة الحكومات على التطوير المنهجي لمناخات الاستثمار وحث القطاع الخاص على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأعداد المشاريع الملائمة لتوظيفات الصناديق السيادية أو شبه الحكومية وأخذ العبر مما حصل حتى الآن، إضافة إلى إعادة النظر الشاملة بالبنية الرقابية بعدما أثبتت الأزمة الحاضرة أهمية دورها في تحصين المؤسسات والحد من تهور أصحاب القرار فيها. ويحدون الأمل بأن تشكل المزايا الخاصة للبنية المالية العربية المرتكزة خصوصاً على النفط كمورد مالي أساسي والنمو القوي الذي تشهده اقتصاداتنا الدرع المناسب لحصر الأضرار المتأتية من الأزمة المالية الدولية. ويهمني الإشارة في هذا المضمار إلى التجربة اللبنانية وهي موضوع هذه الورشة لجهة الدور الحاسم للبنك المركزي وللجنة الرقابة على المصارف، فضلاً عن خبرات المصرفيين في التنبه لخطورة التوظيف في أدوات ومشتقات مركبة. وهذا ما ساهم في تحييد لبنان واقتصاده عن التداعيات المباشرة للأزمة المالية الدولية، فيما نأمل أن ننجح أيضاً بالحد من الأضرار غير المباشرة في مناقشة هذه القضايا الحيوية والخروج بتوصيات مجدية للمعالجة. ونحن نعتقد أن تثبيت استقرار لبنان سياسياً وأمنياً وتعزيز مسيرة الوفاق وإنجاز الاستحقاقات الدستورية بهدوء وسلام بقيادة الرئيس ميشيل سليمان هي المهمة الواجبة المطلوب دعمها من كل القيادات والقطاعات، مما يشكل قيمة مضافة ليس لدرء التداعيات فحسب بل لعودة الاقتصاد الوطني اللبناني وخصوصاً القطاع المصرفي والمالي سريعاً ليحتل موقعاً متقدماً على لائحة المستثمرين والممولين والمؤسسات المصرفية والمالية العربية والدولية. ومن المهم التنويه بأنه منذ ما قبل انفجار الأزمة المالية الأخيرة بزمن تمرست المصارف اللبنانية في مواجهة التحديات عبر عملية شاملة تكاملت فيها جهود إعادة الهيكلة مع استراتيجيات الواعدة للنمو والتوسع وفق المواصفات والمعايير الأكثر تقدماً دولياً في المجالات المصرفية والمحاسبية والرقابية ومكافحة غسيل الأموال غير المشروعة، معتمدة بصورة خاصة على هيئات رقابة متميزة وعلى مخزون مهم من الخبرات والتمرس بأعمال الصيرفة وإدارة الأموال، وعلى فتح أبوابها للكفاءات العلمية الحديثة التي يضخها التعليم الجامعي الرفيع المستوى في لبنان تاريخياً وحاضراً، والذي يتوجه جزء منه لا يستهان به إلى المنطقة والعالم، فيرفع أيضاً اسم لبنان
ويضخ إليه سنوياً أكثر من 5 مليارات دولار يمكن أن تتأثر جزئياً في حال تعمق الركود الاقتصادي في المنطقة وفي العالم. وعلى خط موازن يمكن القول أن انخفاض أسعار النفط وسائر المواد الأولية يقع في خانة العوامل الإيجابية للبنان الذي يعاني أصلاً خللاً كبيراً في ميزانه التجاري ويتكبد أكلافاً مرتفعة على فاتورته النفطية من آثارها ارتفاع عجز مؤسسة كهرباء مما يعمق عجز الموازنة. لكن ينبغي الإشارة إلى أن انخفاض أسعار النفط يخفض من تراكم الثروات والفورة المالية في المنطقة، وقد أضاع لبنان واقتصاده فرصة الاستفادة من هذه الفورة في أوجها بسبب أزمته الداخلية السياسية، وربما سيتأثر بتراجعها لجهة انسياب الرساميل والتوظيف من جهة وتراجع حجم الأعمال والمشاريع في المنطقة بفعل تداعيات الأزمة المالية. يبقى موضوع الدين العام في لبنان البالغ نحو 47 مليار دولار، وهو يشكل نقطة الصقل الأساسي في الأزمة المالية التي تعانيها الدولة اللبنانية، وهو أيضاً إحدى المعوقات الأساسية التي تكبح النمو وتؤثر سلباً على مخططات الحكومة لمعالجة أزمة الاقتصاد وتكبير حجمه. فيما عدا ذلك نواجه الأزمة العالمية هذه المرة ونحن أفضل حالاً من كثير من البلدان، فالمؤشرات الاقتصادية في لبنان حتى الآن تسير عكس تداعيات الأزمة العالمية، والأرقام تدل على ذلك، سواء كان ذلك يتعلق بفائض ميزان المدفوعات والتراكم القياسي في احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي اللبناني رغم أزمة السيولة العالمية، وكذلك ارتفاع موجودات المصارف وتحسن أرقام الصادرات اللبنانية وازدياد حركة السياحة وغيرها من المؤشرات الإيجابية. لكن هذه الإيجابيات لا تشكل وحدها ضماناً لمستقبل واعد للبنان في ظل استمرار مشاكل لبنان الأساسية والتي تتمثل بالتجاذبات السياسية ذات الانعكاسات الأمنية، والدين العام الذي هو مستمر بالارتفاع عاماً بعد عام، مما يستدعي من الدولة وكافة أصحاب القرار وفعاليات مجتمعنا الحي إرساء رؤية وبرامج متكاملة بغية تحسين الوضع المالي والنقدي في وجه استمرار ظروف اقتصادية داخلية وخارجية صعبة، ومن أجل خلق بنية ملائمة للنمو المستدام واستحداث فرص العمل على المدين المتوسط والبعيد، مما يساهم في إحداث تحول في المسار الاقتصادي العام، سواء لناحية تعميق وتطور ثقة المستثمرين بلبنان أو لناحية المعالجة الجذرية للاختلالات الماكرو اقتصادية القائمة. كما أن أي خطة إعمارية إصلاحية كي تكون شاملة وموثوقة يجب أن تحظى بتفاهم داخلي وتوافق وطني، والمهم أن تجري العملية بمجملها بعدالة وبحماية للأنشطة والفئات الأكثر انكشافاً في مجتمعنا، ويعادل في اعتقادنا التوافق الوطني في المجال الاقتصادي الاجتماعي التوافق المطلوب في المجال السياسي الأمني، بل أن النجاح في الثاني غير ممكن دون إطلاق جدي للأول، فكلاهما من المقومات الأساسية لأي دولة تستحق هذه التسمية. أختم متمنياً لورشتكم النجاح في الأهداف التي ترمي إليها، وأشكر لسعادة حاكم مصرف لبنان لرعايته الكريمة لكل عمل إيجابي.